وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنرحب بكم في قناه حلويات فاطمه في وصفه جديده. غنحضر معكم اليوم السفه بالشعريه، طريقه سهله سهله بزاف. ما تنساونيش بدعواتكم في كل وصفه وتعليقاتكم المشجعه، واللي اول مره يدخل القناه ما ينسى يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس، وبقاو مع الطريقه والمقادير. لا على بركه الله مع المقادير والطريقه. المهم غنقول لكم المقادير. بدنا 6 كيلو ديال الشعريه اللي غنفورو، بدنا الزيت باش غادي ندهنوا الشعريه ونطلعوا التفويره الاولى في الكسكاس حتى كتفور، والماء والملحه والزبده اللي غنديروا للشعريه، وعندنا هادو لي تزيين السكر كلاصي والقرفه والزبيب واللوز، حمرته في الفران وهرمشتو، وكاين اللوز اللي سلقته وقشرته وقليته، ما درتوش مع المقادير حتى الاخر، ونوريكم التزيين. غنزين به الطبق على بركه الله مع الطريقه. غندير الزيت للشعريه ونطلعها الكسكاس باش تفور، وديك الساعه نكبها في القدره باش تسلق. طلعتها فوق العافيه. المهم درت فيها الماء اللي يكفي ليا نسلق فيه الشعريه، ودرت معاه الملحه. دابا غنتسنى ان شاء الله يغلى بيد ما نقاد الشعريه ندير ليها الزيت ونديرها في الكسكاس ونطلعها. المهم غنديروا الزيت وندهنوا الشعريه ونطلعوها في الكسكاس. كلشي الزيت نزلت لتحت، كنحاول نبس الشعريه بالزيت، وديك الزيت ما كتخليهاش تلصق الا كتسلق. المهم غنعمرها دابا في الكسكاس. ها الكسكاس درته حدايا، غنعمرها وندير ليها السلوفان باش ما يخرج البخار، ونطلع الفرن مزيان. ها هي الشعريه طلعتها تفور، هي بدات كتفور. غنغطيها 5 دقائق صافي، غنكبها في القدره. المهم ها السفه تفورت، دابا غنكبها في القدره. غنحط القدره الثانيه باش ما نتحرق. كنكب الشعريه ونحركها في الماء ونطلعها تسلق. هذا تسلق واحد 5 دقائق. المهم ها الشعرية تسلقات 5 دقائق، دابا غنكبها في الكسكاس وغنصفيها من الماء. بسم الله بسم الله. دابا كبيتها في الكسكاس، غنصفيها من الماء وغنحطها هكا في القدره. المهم ها هي درنا ليها الزبده في الكسكاس، وهي الشعريه كتقطر من الماء. كنحركها باش تذوب فيها ديك الزبده ومنها تحرك باش ما تلصق ليا، ومنها كتصفى من الماء الا بقى فيها. والقدره غادي نغسلوها ونديروا ماء جديد ونحطوه، ما غاديش نردو داك الماء فاش سقط، لان الا رديناه ثاني تسخن داك الماء كيفيض وكيسد لينا اسمو تاع الكسكاس. صافي دابا غنديها ونكبها
اسمو باش ندير الا وندوقها، الا فيها الملحه راه ما غاديش نزيد ليها الملحه، مع درت الملحه في القدره الا فيها الملحه صافي نكفي نكتفي غير بهذيك الملحه اللي فيها صافي. هي دابا غنقبر هنايا باش نبردها ونشوف الا باقا بغات الماء مع هذه غليظه ماشي ديك الرقيقه، اما الرقيقه كنكتاو فيه بداك السلق اللي تسقات صافي وكنزينوها. هذه لا هذه غليظه غنبردها مزيان ونشوف الا رطبة راه ما غاديش نردها، مازال الا مازال بغات شويه الماء غادي نردها. المهم سخونه حتى تبرد ان شاء الله ونرجع معكم. المهم هي الشعريه دقتها ولقيتها مازال بغات شويه تاع الملحه وشويه تاع الماء، غندير درت الملحه شويه تاع الماء وغنرشها. وضروري مازال نطلعها تفور وديك الساعه غنحطها صافي. انتما كتشوفوا هذا النوع ديال الشعريه غليظ كيبغي طياب بزاف، رغم اني سلقتها مازال درت ليها واحد شويه د الماء، هي بدات كتحل تحلات وزدت ليها مازال شويه تاع الملحه. دابا غنخليها حتى نبغي نحطها عاد كنطلعها مازال تسخن صافي بيد ما تشرب ليا هذا الماء. المهم البنات ها الصفه ديالنا تشربت الماء، درت ليها الماء وزدت ليها مازال واحد شويه الملحه وخليتها تشربت مع غليظه ما قداتهاش ديك 5 دقائق اللي سلقتها في القدره، مازال زدت ليها الماء وخليتها تشربت هي ولات دابا زوينه ولات رطبه. المهم غنطلعها مازال دابا غنحطها وبيتها تسخن وغنطلعها للكسكس باش تفور واحد شويه وديك الساعه نقدمها. درت الماء جديد في القدره وطلعتو التغلى، دابا غنطلع الشعريه غير تفور مع غليظه كون رقيقه كاع ما نحتاج مازال هاد التفويره اللي زدت وانما غليظه. والملحه درت الملحه في القدره وجاتني ناقصه شويه وزدت. ها هي الصفه ديالنا بردتها، اللي بغى يدير ليها السكر هنايا كيدير ليها واحد شويه، اللي ما بغى كيحطها ويحط السكر اللي بغاه كيديرو. المهم غنحط في الاناء ديال التقديم دابا غنزينها. غادي نطبق السكر ونحط السكر كنكبر خلاص كندير الزبيب في الجناب، لان انا الزبيب ما كنديروش في الوسط كنديرو غير في الجناب باش لي ما بغاش كاين لي ما كيبغي الزبيب لي ما بغاه يحيدو. كنزين بالقرفة وتزيين على حسب الذوق، كل واحد كي يزين السفة. المهم انا تزيين درتو بسيط بسيط. غنزيد على هذه الطريقه حتى نكملو ونوريكم اسمو الى تقديم. كنقاد الزيت دابا حتى نكملو وان شاء الله نوريكم الشكل النهائي. الشكل النهائي كتجي زوينه بزاف كتستحق انكم تجربوها،
وتفرحوا وليداتكم بها، وكنتمنى تستافدوا معايا وتعجبكم طريقتي، وبالصحة والراحة.